كيف يتم استخراج الزيوت الأساسية؟ الزيوت الأساسية بتستخرج عن طريق إما التقطير بالبخار أو التقطير بالماء أو التقطير بالماء والبخار أو العصر على البارد. وبعد ما بيتم استخراج هذه المركبات العطرية أو الزيوت الأساسية، لازم يتم دمجها مع زيت ناقل عشان تشكل لنا منتج يمكن استخدامه. إن شاء الله في المحاضرات اللي هتيجي بعد كده هنشرح لكم إيه هي الزيوت الناقلة وخصائصها وأمثلة ليها.